تحصل. شوف الحبة جنعت ونضجت قبل أوانها بسبب المرض، يعني جلست ساعة أفكفك فيها عشان أكلها. طعمها غير مستساغ، غير مستساغ بسبب المرض. طبعا اليوم أحبتي راح نتكلم أنا وأنتم في هذه العجالة عن أخطر مرض يصيب خضار الشمام والحبحب، وهو مرض الحطام أو المرض الفطري اللي قبل مرحلة الجني. هذا المرض كما تلاحظون في الصورة هو مرض فطري من الدرجة الأولى، موت الأوراق يبدأ من الأوراق القريبة من الجذع كما تلاحظون، ويستمر في عملية التوغل إلى أن يقضي على الشجرة بشكل كامل وتام. وهذا المرض إن لم يعالج في بدايته 6 ساعات يقضي على المحصول بشكل كبير جدا، كما لاحظون أنتم الآن ضمن هذا الحقل في اتهامه قضى على المحصول بشكل كبير جدا، والمحصول قضى في مرحلة الجنوعة والنضج، وبالتالي الآن تصعب معالجته. وتشاهدوا الحقل كله مريض، نتمنى من المصور أنه يدير الكاميرا لتتم عملية تصوير هذا الحقل. أفضل علاجات لمثل هذه الحالة هو عدم السقي الليلي. أولا عدم السقي الليلي، ثانيا عدم استخدام الرطوبة العالية، وثالثا أيضا عدم استخدام الأسمدة بشكل كبير جدا التي تعمل عمليات إحماء ضده هذا المرض، وعدم استخدام مبيدات فطرية أيضا يزيد من انتشار هذا المرض بشكل كبير جدا. هذه الفاكهة أو الخضار إنجاز التعبير اللي هي الشمام تحتاج عناية جدا، خاصة في فصل الربيع، لأنها حساسة جدا ضد الفطريات. تلاحظوا كل ورقة يمكن هنا في الحقل مصابة بمرض الفطر، اللي تلاحظوه ينتشر بشكل بني في الأوراق ويتلفها تماما. ولذلك نصيحة لكل المزارعين عدم التساهل بمثل هذه الحالات المرضية لهذا المرض، حتى الطعم حقها ليس بذلك الطعم، والله ما كأني أشرب موية تافل. والسبب هو إيش؟ الإصابة اللي صابها هذا المحصول، وتم حراقة المحصول بشكل كبير جدا. أحبة المتابعين، رغم وجود حبات جانعة كما تلاحظون، لكن حتى هي هذه الحبات تأثرت بشكل كبير جدا كما تلاحظون في الصورة، وذلك ننتبه لهذا المرض بشكل كبير جدا. تحياتي لكم المهندس محمد حجر.